على بعد 30 كيلومترا من ساحل غزة، وسط مياه البحر الأبيض المتوسط، تقبع ثروة طبيعية ضخمة لم تستغل بعد. هي حقول الغاز الفلسطينية المعروفة باسم غزة ماري، التي تم اكتشافها في أواخر التسعينيات لتكون أول اكتشاف للغاز الطبيعي شرق المتوسط، والذي يقع اليوم بين حقلي الغاز العملاقين ظهر والوثيان. تقدر احتياطياتها بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يكفي حاجة الفلسطينيين لمدة 20 عاما على الأقل. وعلى الرغم من أن الحقول تقع قانونيا تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول الفعلي إلى المنطقة البحرية ومواردها. لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وأزمة الطاقة العالمية بعد ذلك، جددت مصر والإدارة الأمريكية الاهتمام بتطوير حقول الغاز، ليتم عقد اتفاق بين السلطة الفلسطينية ومصر على تفاصيل تطوير الحقل، وهو الاتفاق الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز، حيث يملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5% من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45% ستكون للشركة المصرية المشغلة إيجاز. غير أن التوقيع النهائي لهذا الاتفاق تأجل بسبب اندلاع الحرب في غزة بعيدا عن أعماق البحر. كانت هناك مؤامرات تتشكل في أروقة السياسة الدولية مبنية على مشاريع التطبيع التي انضمت إليها عدد من الدول العربية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصب في مصلحة تحويل الاحتلال الإسرائيلي إلى مركز تجاري دولي عبر إنشاء ممرات تربط بين آسيا وأوروبا. لكن في الأفق البعيد كانت هناك عاصفة من الرفض والمقاومة تتشكل. في قلب هذه العاصفة وقفت المقاومة الفلسطينية في غزة كعقبة لا يمكن تجاوزها. لم تكن المقاومة مجرد رد فعل على الحصار والقمع فقط، بل كانت تحمل رسالة واضحة: لا يمكن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في سبيل مشاريع تجارية ضخمة. معركة 7 أكتوبر كانت الصدى القوية لهذه الرسالة. في ذلك اليوم استيقظ العالم على أخبار الهجمات المنسقة التي نفذها الفلسطينيون، والتي كانت بمثابة ضربة مباشرة خطط التطبيع والممر التجاري، فضلا عن تدنيس المسجد الأقصى وحصار غزة. هذا العمل لم يكن مجرد رد فعل عسكري، بل تحركا استراتيجيا لإعادة رسم خريطة الصراع في المنطقة. فبينما كانت إسرائيل وحلفاؤها يخططون لربط الشرق بالغرب على حساب تصفية القضية الفلسطينية، وجدوا أنفسهم أمام تحد جديد يكمن في قلب غزة، القطاع الذي طالما تم تجاهله وحصاره.